فاز على الوكرة، تعادل مع الريان، فاز على الغرافة، فاز على أم الصلال، حقق نتائج إيجابية جدا، وصل بفريقه إلى المركز الخامس، يصل إلى المرمى، وطاهر جول، جول! عقدة السنوات الماضية، الموج الأزرق يعلو هنا في الدفنة وفي ملعبي صحين بن حمد بأقدام المغربي سيد بوطاهر الذي يضع الكرة في الشباك ليعلن عن تقدم فريقه بهدف مقابل لا شيء، سجل في المباراة الماضية في مرمى المرخية في مباراة فاز فيها الوكرة 4-1 ويعاود السيناريو ويفتتح التسجيل أيضا في مباراة اليوم. شوف كرة اللاعب اللي هو سيباستيان سييز، يعني زياني لمسة إلى معرفي، عرضية ملعوبة، جول جول جول! الهربي يعود من فضل التصدي من رجب وبكرة مرتدة يضع بصمته عليها معرفي ليعلن بعد ذلك فاندرلي عن الوصول إلى نتيجة التعادل. شوف تمريرة زياني، يا سلام، وصلت المحاولة والكرة بعد ذلك إلى داخل الشباك. هل أثر عبد الجيل الحالي من العرباوية؟ كرة هون فيها محاولة، هدف ثانياتي، سيباستيان سييز يسجل، يضع الكرة في الشباك ليعلن عن تقدم نادي الوكرة بهدف آخر يأتي بأقدام المميز جدا الأرجنتيني، يضع الكرة ويعلن مجددا تقدم فريقه، يعلن مجددا تقدم فريقه. سيباستيان سجل في المباريات الماضية و19 هدف في الدوري وهدف في اليوم 21. أوه يا سلام! جاءت نادي الغرافة بحول الله بعد نهاية هذا اللقاء. كرة في الجهة اليسرى، كريم زياني عرضية في منطقة الجزاء من كريم، جول جول جول! فاندرلي يعيد أمال العرباوية مجددا ويصنع الفارق لقلعة الأحلام. فاندرلي يتجه إلى المدرجات من أجل إحياء أمل وضع بصمة، يقول لهم سنعود، اهتفوا، شجعوا، تواجدوا. جول يا فاندرلي، كرة في شوف زياني، شوف زياني! أوه الوكرة يبدأ الآن اللاعب سيباستيان سييز بالورقة والقلم، تذهب 1-1 الآن على مستوى ركلات الترجيح. من سيسجل؟ يستاهل الصح، ومن يضيع ياخذ الاكس. الان البدايه ستكون لنادي الوكره، حارس المرمى رجب حمزه انقذ الفريق وتصدى لمحاوله خطيره جدا من سيباستيان سييز. سييز الان على تنفيذ ركله الجزاء، ماهر الكنزاري في الانتظار وتمتم بقراءة صورة الفاتحة ربما من أجل يعني أن ينشد التوفيق من الله سبحانه وتعالى في اللقطة القادمة من أجل التأهل للمرحلة القادمة للدور القادم. علي أن أنجح في اجتياز اختبار ركلات الترجيح. الأرجنتيني سيباستيان سييز، يا أوه، يضع الكرة خارج الملعب، ركلة جزاء أولى ضايعة بالنسبة، لا 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 لا، ممكن كان يبحث عن طريقة تنفيذ مشابهة لتلك التي كانت بأقدام مواطنه باتيغول. كرة بعيدا عن المرمى إلى خارج أرضية الملعب، خلاص هي ركلة جزاء ضايعة، ركلة جزاء ضايعة. الآن خوخي بوعلا، بوعلام على تنفيذ الركلة لمصلحة النادي العربي. الآن توقعات تمشي بالشكل الصحيح.
محمد منتصر، هل سينقذ مين ماهر الكنزاري؟ منتصر في الشباك، بوعلام من المتخصصين في تنفيذ مثل هذه الكرات. بوعلام يسدد، قوية جدا، قوية جدا الكرة الماضية والمحاولة الماضية، ينجح من خلالها بوعلام في الوصول إلى شباك الحارس منتصر. يتقدم النادي العربي للمرة الأولى، للمرة الأولى هنا في هذا اللقاء النادي العربي هو من يتقدم بركلات الترجيح. 1-0 الآن، الركلة الترجيحية الثانية. مهند، هذا لم يكن من ضمن الاختيارات الشخصية لي عموما. مهند درجال على تنفيذ ركلة الجزاء القادمة لمصلحة نادي الوكر. الآن حمزة، كنت قد رجحت كفة رجب في المباراة فيما لو وصل الفريقين إلى ركلات الترجيح، ويرجح كفة فريقه. يا سلام يا مهند، يا سلام على كرة بغاية القوة من مهند درجال في زاوية صعبة جدا، وضعت اللاعب وحارس المرمى رجب حمزة في مكان، وذهبت الكرة إلى مكان آخر. يتقدم للنادي العربي مين؟ فاندرلي. كرة مهند درجال، يا سلام، قوية من مهند عدنان درجال. فاندرلي الآن، منتصر في المرمى، نجم المباراة فاندرلي في النادي العربي، نجم المباراة في الوكرة ضيعها في النادي العربي. فاندرلي سجلها، سجلها، نعم. منتصر يذهب إلى نفس المكان ويقترب من الكرة ويلامسها، يوقف قلوب العرباوية لفترة ويصنع الفرح بالنسبة للوكراوية، لكن الكرة بعد ذلك تجاوزت ودخلت ليواصل العربي تقدمه مرة أخرى. 2-1 الآن للنادي العربي، 2-1 في ركلات الترجيح، 3 أو 4-3 المجمل العام للقاء، لكن نتحدث عن الترجيح. الركلة الترجيحية الثالثة لمصلحة نادي الوكرة، القائد أو مين؟ أحمد رحمة الله، أحمد رحمة الله هو من سينفذ الركلة الآن. رجب في المرمى، رحمة الله على التنفيذ، رجب وأحمد صدها، رجب، رجب عجب، يواصل تألقه ويواصل ترجيح كفة فريقه. رجب حمزة يتألق ويتصدى، يمنع كرة رحمة الله ويقرب النادي العربي من الدور القادم، يقرب النادي العربي من الدور القادم. ردة الفعل في مدرجات ملعب المباراة، رجب حمزة هو من يصنع الفارق إلى الآن، إلى الآن حقيقة. ركلة جزاء ثالثة، عبد العزيز حاتم، حاتم أصعب ركلات الجزاء على الحراس تلك التي ينفذها أصحاب القدم اليسرى، أصعب ركلات الجزاء قلت لكم هي الأصعب. يا سلام يا عزوز، يا سلام على كرة عبد العزيز حاتم، يا عيني، بكل ثقة يضع كرة بقدمه اليسرى على يمين حارس المرمى ليعلن عن اقتراب النادي العربي. ركلات الترجيح ما فيها يقترب ويبتعد، ركلات الترجيح تأتي بإعلان رسمي، لو ضاعت مباشرة العربي إلى مواجهة السد في ديربي قادم منتظر في المرحلة القادمة من مسابقة كأس سمو الأمير، لو تسجلت تتأجل الأمور للركلة القادمة. سعيد بطاهر على تنفيذ ركلة الجزاء لمصلحة نادي الوكرة، ماهر الكنزاري، بطاهر، رجب حمزة، رجب حمزة، ضاعت الكرة الماضية، لا 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 لا، تعاد 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 تعاد، نعم، لأن حارس المرمى رجب حمزة تقدم. أوه علي صديق رحت معاد لأن ما قلت اسم اللاعب صح، اللي نفذ الركلة الترجيحية هو علي ارحم المري،
الحكم يعيد تنفيذ ركلة الترجيح بحكم أن رجب حمزة تقدم عن خط المرمى. علي رحمة الآن لو ضاعت يتأهل النادي العربي رسميا، لو تسجلت تتأجل الأمور. علي يضع الكرة في الشباك يسجل، يضع الكرة في الشباك ويسجل ليعطي فرصة لنادي الوكرة من أجل العودة مرة أخرى إلى أجواء المباراة. فرصة فرصة، لكن الأمور صعبة. يجب أن يضيع النادي العربي ركلتين الترجيح القادمتين. راح لها رجب أيضا اللقطة الماضية لكنها دخلت إلى الشباك. محمد رزاق الركلة الترجيحية الرابعة بالنسبة للنادي. علي رحمة محاولة اللعب بأعصاب محمد رزاق، بأعصاب هادية لا يبتعد كثيرا. منتصر لم يصنع الفارق لمدربه، يسجل والنادي العربي إلى الدور القادم لمواجهة نادي السد في ربع نهائي مسابقة كأس سمو الأمير ديربي الدوحة المنتظر في الجولة القادمة يوم السبت القادم بحول الله. مشاهدينا